إيمانا بأن الطفل المصري وبناء قدراته عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق أول دورة أولمبياد للأطفال في مصر. كان ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمركز التعليم المدني بالزمالك. ده فكرة من شباب وزارة الشباب والرياضة. الفكرة ديت إن أول مرة يتعمل للطفل المصري محاكاة للأولمبياد، هنعمل أولمبياد الطفل المصري. الحقيقة ده بيتماشى مع خطة الوزارة إن احنا بنشتغل على مشاريع قومية علشان ولادنا دول بنعدهم للمستقبل تعاونا مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. إذا لما بعمل تهيئة نفسية لهذا الطفل إن هو بيقف على منصة التتويج وبيلعب أولمبياد، أكيد ده إعداد مكمل ليه علشان إعداد البطل. كمان احنا بنتحرك في مراكز الشباب، بنتحرك مع وزارة التربية والتعليم، بنتحرك مع الأزهر. إذا هننتقي كمان عناصر من خلال هذا أو هذه الأولمبياد. دي السنة الأولى هنعملها كل سنة إن شاء الله، بحيث إنه يكون في تدفق ليها ونبدأ قاعدة من تحت، قاعدة البطولة من تحت. أولمبياد الطفل قامت بمشاركة الطلائع الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وذلك في 15 لعبة رياضية تحاكي مثيلاتها بالأولمبياد. أولمبياد الطفل المصري ده أولمبياد هيبقى إن شاء الله، بنأمل إن هو يبقى مشروع قومي بيخرج منه وعي دين، لأن هي الأولمبياد هيحاكي فعلا الأولمبياد الحقيقي، محاكاة حقيقية. هيتصعد منه أبطال، هتتم المنافسات على مستوى المحافظات ثم مستوى القطاعات ثم المستوى القمي. في تصورنا كوزارة الشباب إنه فعلا هيبقى نقول العمود الفقري اللي بتعتمد عليه الاتحادات الرياضية في إن هي تنتقي الواعدين وتبتدي معاهم من سن مبكر. استعدادات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع تجري الآن لتنظيم أولى فعاليات المشروع خلال إجازة منتصف العام حتى نهاية مارس المقبل. كما تضاعفت جوائز أولمبياد الأطفال إلى نصف مليون جنيه، مستهدفة 20 ألف مشارك من الأطفال الرياضيين.